صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. وحنبتدي معاكم حلقات مهمة جدا، وزي ما عودناكم احنا بيهمنا الوقاية زي ما بيهمنا العلاج، ودايما بنستضيف الناس المتميزة، الاستشاريين المتخصصين في مجالهم. والاستشاري النهاردة اللي احنا مستضيفينه في مجالنا وفي الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه استشاري متميز، هي دكتورة عزة نصر، أستاذ علاج الأورام ورئيس وحدة الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام بالمعهد القومي للأورام. صباح الخير دكتورة عزة. صباح النور. طبعا حياتك قامة وقيمة جميلة، يعني سعداء ان حياتك معانا طبعا، وبقالنا فترة بنحاول ان احنا نستفيد بعلم حضرتك عشان نطمن الناس كلها، لان الاورام فيها حاجات كتيرة محتاجين كلامك معهم ان شاء الله. تفضل، انا معاكم ان شاء الله. هل خلينا نخش على طول بقى جد كده، هل فعلا في زيادة في عدد الاورام او ابتدت تنتشر يعني اكتر؟ هو طبعا ظاهريا طبعا هو في زيادة، بس دي لها عدة أسباب أو لها تفسيرات كثيرة. تمام. أول حاجة إن نفس عدد الناس في مصر زاد قوي، فهي نسبة وتناسب، فبالتالي إنه نسبة اللي بيصابوا بالأورام هتزيد طبعا لزيادة عدد السكان الكبيرة اللي احنا فيها. طبعا. الحاجة التانية إن زيادة طرق المتوفرة والموجودة، لان احنا نكتشف الاورام بدري، يعني في ناس كتير قوي زمان كانت تجينا في مراحل متأخرة او ما تعرفش عندها ورم ولا لا، او كان ممكن منهم نسبة كبيرة تتوفى وهي ما تعرفش عندها ورم ولا ما عندهاش وما راحتش وكشفت. دلوقتي بقت الامور اسهل، ووسائل التشخيص وموجودة ومتوفرة، وده كمان يؤدي للعامل الثالث اللي زود النسبة ظاهريا، وهي زيادة الوعي. زيادة الوعي دي لأن الناس بقت أولا متفتحة على وسائل الاتصال وسائل الإعلام، فبتسمع إيه الأعراض، إمتى أروح أكشف، إزاي، في إيه متوفر في البلد، أروح فين أكشف، فين الحملات المختلفة. فكل ده خلى الناس عندها وعي إنها لما تلاقي حاجة تستدعي إنها تكشف، تروح لدكتور أورام بتروح. فده برضو من أحد الأسباب اللي بتخلينا نحس إن في زيادة في النسبة. طبعا في طبعا زيادة نسبة بقى أكيد نسبة حقيقية. بس هي كل العوامل دي بتخلينا نقول إيه ده منتشر قوي، ده موجود كتير طبعا. طيب مرتبط بيها برضو، معرفش إشاعة ولا لا، بس إن في زيادة في الموضوع في مصر عن العالم، ولا إحنا قريبين من لا إحنا قريبين من نفس النسب العالمية. النسب العالمية مفيش حاجة معينة تخليها تبقى أعلى في مصر عن بقية طبعا. وبرضو زي ما حضرتك بتقولي كده، إحنا التطور العلمي بتاع علاج الأورام والأورام والاكتشاف المبكر ماشي تقريبا هاند باي هاند زي بره. وده يعني في حاجة كمان، طبعا كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن إحنا طرق العلاج للأورام تطور التطور كبير قوي في السنوات الأخيرة، من ناحية الأدوية طبعاً. العلاج الإشعاعي طبعاً. الأدوية الموجهة، فكل ده خلى نسب الشفاء عالية جدا، والناس يعني تبقى عندها إقبال إنها تروح وتكشف، تروح وتتعالج وما تخافش، وتتعامل طبعاً. مع الموضوع كأنه أي مرض آخر. فدي كلها أسباب خلت الناس عندها وعي، وناس وخلت الناس تتكلم في الموضوع فيحسوا إنه منتشر أكتر. طيب إحنا طبعا ما حلقتنا صغيرة، بس بناخد المعلومة المفيدة بنطمن الناس، وهنكمل بقى مع حضرتك في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. يا ريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات، ابعتوها على صفحة روشتة على الفيسبوك، أو تتصلوا برقم 011-80-82-204. روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.